مهرجان اللي هو هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان المحبوب لجميع شرائح المجتمع والمقيمين. شركة الفوعة تولي اهتمام كبير لهذا المهرجان بحكم أنها كانت من البدايات مع هذا المهرجان. صحيح. ودعمته، ومهم لهذه الشركة أن تكون متواجدة في هذا المهرجان. طيب هذه الأهمية أستاذ محمد إذا بنتكلم عنها نحن الآن، يعني باعتباركم من الرعاة الدائمين لهذا المهرجان، شو اللي راح يكون يعني أهم ما يميز هذه الدورة أو هذا العام؟ طبعا هذه الدورة مهمة لكون هذا المهرجان وضع نفسه أو على خارطة السياحة في دولة الإمارات. أهميته لجميع المواطنين والمستهلكين والمقيمين. شركة الفوعة تعتبر من أكبر الشركات في العالم بطاقة صناعية تتجاوز 160 ألف طن، لديها منتجات كثيرة تعرضها في هذا المهرجان. وتأتي هذه الدورة مهمة جدا بكون أن شركة الفوعة لديها أشياء كثيرة والمنتجات الجديدة التي تعرضها في هذا المهرجان. نعم، هذه الأهمية السياحية اللي ذكرتها أستاذ، ماذا عن الجانب أيضا الاقتصادي في مثل هذه المهرجانات؟ اليوم لو ننظر النواحي الاقتصادية في أي دولة من الدول نجد أن المهرجانات أحد العناصر أو الأدوات التي لها المردود الاقتصادي. مهرجان لواء للرطب يتوافد إليه الكثير، المهتمين فيه كثير، سواء كانوا تجار، سواء كانوا مزارعين، سواء كانوا مهتمين أو مفكرين، وحتى المصنعين أو الذين يصنعون الأدوات للمزارعين يهتمون بهذا المهرجان. فكل هذا له مردود اقتصادي للجميع، للشاري وللبايع مردود اقتصادي، وذلك يكون هناك مردود اقتصادي للمنطقة.